عيلة راحت وسكنت في شقة جديدة، واتفاجئوا مع الوقت ان جيرانهم اللي في الشقة اللي فوقيهم عيلة من الجن. ابطالي وبطلاتي، هلا والله. قصتنا النهاردة حصلت معايا انا، ولو عايز تسمعها انا بقولك اسمعها وكأنها قصة مسلية، يعني ما تحاولش تقنع نفسك ابدا انها حقيقية، علشان لو فيها حاجة ما صدقتهاش ما تزعلش. تمام. صاحب القصة بيحكي وبيقول، اللي هو انا عبد العزيز من طنطا وعمري 27 سنة، وقصتي بدأت من حوالي 18 سنة لما كان عمري وقتها 9 سنين بس. انا اساسا من قرية ارياف جنب طنطا، كان اسم القرية دي شبشير الحصة، ولكن علشان شغل والدي كان في طنطا اضطرينا وقتها اننا ننقل لطنطا، ونقلنا وقتها في منطقة شعبية في المدينة اسمها كفرة القرشي، في بيت كان شكله قديم شوية، وكان البيت 3 أدوار. الدور الأول كان فيه صحاب البيت أو يعتبر قرايب صحاب البيت، والدور الثاني ده الدور اللي احنا سكننا فيه، أما الدور الثالث كانت شقة فاضية وعلى الطوب الأحمر، ومن أول ما دخلنا فيها وإحنا ما كناش مستريحين، كانت ريحتها مكمكمة وريحة مش كويس، يعني مش من الأماكن اللي ممكن تستريح لها بسهولة، ولكن من يمة تانية هي كانت مناسبة من ناحية سعرها ومن ناحية إنها قريبة من شغل بابا، ولكن كل المميزات دي مش كفاية، ما كانتش كفاية ابدا مقابل اللي احنا شفناه. في البداية ومن اول ما رحنا ابتدينا نسمع اصوات رجول كتير جدا ماشية على سقف البيت، يعني في الدور الثالث اللي المفروض فاضي وما فيهوش حد، فنادينا على الناس اللي في الدور الاول، كان اخو صاحبة البيت واسمه عم امين، فقلنا له يا عم امين مين اللي في الدور الثالث؟ الراجل قال لنا مفيش حد. قلنا له ازاي يا عمنا، ده فيه هبد فوق جامد جدا وخطوات رجول بتجري مش مخليانا عارفين ننام. قال يا جماعة والله ما في حد فوق. فوالدي خد الكشاف وطلع وانا طلعت معاه، طلعنا للدور الثالث نشوف ليكون في حرامي ولا حاجة، وطلعنا في عز الضلمة، والكلام ده كان في حدود الساعة 12 بالليل، ولكن الغريب اننا لما طلعنا ما لقيناش حد، ولكن والله لو لقينا كان ارحم. وقتها قابلنا في وشنا صهد غريب جدا لدرجة اننا ما كناش قادرين ناخد نفسنا بسببه، فوالدي مسكني من ايدي وقال بسم الله، فبصيت له كده وانا مش فاهم هو في ايه، وببص مرة تانية على الشقة المظلمة اترعب، شفت مع ضوء الكشاف اللي كان موجه على اوضة من الاوض خروف اسود كان ماشي فيها وعمال يبص لي، فقلت لبابا الحق انت شفت اللي انا شفته؟ فقال لي شفت ايه؟ قلت له خروف اسود في الاوضة دي، فقال لي اه يبقى هو ده اللي عامل البرجسة دي على السطح، هتلاقيه هرب من اي حد وطلع استخبى عندنا فوق، تعال نجيبه ونسأل اهل الشارع عليه. فقلت له ماشي، ودخلنا علشان نجيبه، وقتها احنا الاتنين اتصدمنا لاننا ما لقيناش اي حاجة في الاوضة، فقلت لوالدي ازاي انا متأكد انه كان هنا؟ والدي سمى الله تاني وقال لي تعالى ننزل. مشيت في ايده وكنا نازلين ببص على الاوضة لقيت الخروف ظهر فيها تاني، وكان عمال يبصلي انا بالتحديد، فقلت لوالدي اهو والله يا بابا، قال لي مصدقك بس خلاص خلينا ننزل واوعى تبص وراه. ببص على وش والدي لقيته شكله قلقان جدا، ولكني وقتها كنت طفل عنده 9 سنين ومش فاهم هو ماله، ونزلنا الليلة دي وعدى الموضوع على خير، ولكن كل يوم كان الموضوع بيزيد عن حده، ونفضل سامعين رجول عاملين زي رجول الخيل والخرفان بتجري على السطح، فاضطرينا وقتها نرن على صاحبة البيت ونحكي لها على اللي بيحصل، فردت علينا وقتها رد غريب ومش منطقي، ولكن سبحان الله كلنا صدقناه وقتها، قالت لنا السلم بتاع الجيران بيسمع عندكم، لما حد بيطلع بيجري او بينزل بتحسوا ان عندكم في قلب الشقة، بذمتك ده كلام يخش على عقل عيل صغير، ولكن سبحان الله دخل علينا. في الايام دي تحديدا بدأ يحصل معايا انا حاجات غريبة، زي مثلا ان نام واحلم بزمن غير زمني، والغريب اللي هتسمعه، في ليلة من الليالي حلمت حلم غريب، حلمت بأيام صناعة السكة الحديد في مصر، وحلمت إن الجسر اللي قدام البيت عندنا كان بيتعمل له سكة حديد، وفي الوقت ده شفت شخص كان شغال ولابس في إيده خاتم، والخاتم ده من كتر الزيت اللي كانوا بيستعملوه وقتها علشان يربطوا المسامير وقع من الراجل من غير ما يحس، فروحت في الحلم وحطيته في مكان على الجسر، وحطيت عليه علامة وكأن عارف إن أنا بحلم، ولما هفوق هروح وهجيبه، والغريب ان وقتها صحيت من النوم مفزوع وكأن حد جه وقرصني من ايدي جامد، والاغرب
إني لقيت نفسي بلبس ونازل فعلا أدور على الخاتم، وبالفعل نزلت ورحت للجسر ومشيت فيه شوية لحد ما وصلت لمكان الحلم. والمرعب إن لقيتها عند المكان العلامة اللي أنا حطيتها في الحلم، فحفرت تحتها شوية واتصدمت. بالفعل لقيت الخاتم الفضة في المكان ده، كان خاتم تحسه كده من أيام الفراعنة، كان كبير وضخم ويتلبس في حوالي 70 من ايد وقتها، وكان عليه جسم فرعوني كبير مكان الفص بتاع الخاتم. فخدته ورحت على البيت خبيته علشان لما اكبر ابقى البسه. وبعدها بقيت احلم حلم تاني، بقيت احلم ان في شجرة معينة، والشجرة دي واقع جنبيها جني ورق، والجنيه ده من 18 سنة بالنسبة لطفل حاجة كبيرة جدا. فرحت للمكان وببص لقيت فعلا الجنيه الورق، فما كنتش فاهم وقتها في ايه. وعد على الوضع ده حوالي سنتين او ثلاثة، كنا بس مكتفيين بالاصوات الغريبة اللي بنسمعها على سطح البيت وعلى الاحلام الغريبة اللي كنت بحلمها وبتتحقق، لحد ليلة مشؤومة ما اقدرش ابدا ان انساها. في ليلة من الليالي وانا عندي تقريبا 12 سنة، جال اخويا الصغير وقتها اللي كان عمره حوالي 6 سنين وصحاني من النوم. فقمت وقلت له مالك فيك ايه؟ قال لي انا خايف يا زيزو ومش عارف انام ابدا. فقلت له طب خايف من ايه؟ ولكنه ما بيردش. طيب شفت حاجة؟ برضو ما بيردش. رد عليا بس ساعتها وقال لي ممكن انام جنبك؟ فقلت له تعالى وخدته في حضني ونمنا. ومن اللحظة دي ما شفتش يوم عدل. اخويا اللي كان جاي خايف ومش عارف ينام نام في اقل من دقيقة، وانا اللي كنت نايم اصلا وهو صحاني من النوم معرفتش ابدا ان نام. والغريب اصلا ان كل ما خلاص عيني هتروح في النوم اسمع صوت خربشة جنب السرير عندي، وكل مرة اقوم ابص على سبب الخربشة دي ما لقيش حاجة. وتكرر الموضوع ده كتير جدا وبرضه ما بلاقيش حاجة، لحد ما في مرة سمعت صوت حاجة بتجري في الصالة، كانت صوت خطواتها بتدب وعالي جدا. فقمت وبصيت على الصالة وترعب، لقيت كائن عمري في حياتي ما شفته قبل كده قاعد على فرن الخبيز اللي قدام الأوضة وبيبصلي ومبرق. الكائن ده تركيبته كانت غريبة، نص الفوقاني زي راس البومة، أما النص اللي تحت جسم قطة ولكنه ضخم وأسود زي الفحمة. كان عمال باصص لي وباصص لأخويا بغضب، وفي لحظة لقيت الرؤية باظت عندي تماما وبدأت أشوف كل حاجة حواليا باللون الأحمر. ففضلت أدعك في عيني وقتها ولكن مفيش أي حاجة بتتغير، وشفت الكائن ده وهو بينزل من على الفرن وداخل علينا الأوضة. أنا لأني من طبعي من وأنا صغير بخاف على أهلي قمت بسرعة وقفت قدام السرير لأني كنت خايف لا يأذي أخويا. وقتها لقيت الكائن بصلي وطلع جري من الأوضة، وأنا بغبائي طلع تجري وراه، وفجأة دخل الحمام. فجيت أدخل وراه لمبة الحمام فرقعت والحمام بقى كحل، وسمعت وقتها حتة البلاطة اللي احنا حطيناها على المصفى بتتزاح. فطلعت اجري وقتها على اهلي وصحتهم وحكيت لهم وانا مرعوب، ولكن لان الدنيا كان بقالها فترة هادية فوالدي ما صدقش وقال لي اقرأ بس انت قرآن ونام وانت هتبقى كويس. فرحت على اوضتي وانا حزين جدا، وبدأ يظهر لي كل يوم لما اجي انام نفس الكائن المرعب ده، كان بيظهر على الفرن ويفضل قاعد عليه ومبرق لي. ولكني تقريبا لاني كنت بقايل الاذكار ومصلي قبل ما انام ما كنتش بتأذي، ولكني والله قعدت سنة او اكتر ما بنامش او بخطف ساعة ولا ساعتين في اليوم، كل ده بسبب الخوف اللي كنت حاسه. واللي مضايقني اكتر ان محدش من اهلي مصدقني. ولكن في ليلة كنت في الشغل وراجع منه الساعة 11 بالليل، ووقتها اتفاجئت ان ابويا وامي بيلموا الهدوم بتاعتنا في شنط. فقلت لهم ايه ده في ايه؟ لقيت ابويا بيقول لي حقك عليا. فقلت له في ايه يا بابا انا مش فاهم، انت ما عملت ليش حاجة تزعلني؟ قال لي لا عملت لك، علشان لما كنت بتيجي تحكي لي على الحاجات اللي بتخوفك ما كنتش بصدقك، انما انا دلوقتي صدقت. فقلت له ليه شفت ايه؟ قال لي وانا قاعد انا وامك في الصالة بنتفرج على التلفزيون سمعنا صوت خطوات عالية جدا وبتدب على السلم، صوتها كان شديد لدرجة اننا ما كناش قادرين نستحمله. فقمت ابص من العين السحرية واتصدم، لقيت قطة سودة طالعة على السلم وكانت عمالة تبص على العين السحرية وكأنها عارفة ان انا ببص عليها. والمرعب ان كل سلمة كانت بتطلعها البلاط كان بيتكسر تحتيها، وجسمها كان عمال يكبر كل ما تطلع سلمة، يعني كل خطوة
بتبقى ضخمه اكتر، لحد ما فجاه اتحولت وبقت زي الفهد الاسود الضخم، ووقفت قدام الباب وكانت باصه على العين السحريه. انا كنت حاسس وقتها انها هتكسر الباب وتخش علينا، ولكن اتفاجئت انها اتحولت لخروف اسود شكله بشع، كان بنفس المواصفات اللي انت قلتلي عليها الاول لما طلعنا نبص على الشقة، وفجأة لف وشه وكمل طلوعه على السلم للدور التالت. علشان كده يا ابني قررت اننا مش هنبات هنا تاني، وبالفعل مشينا في نفس الليلة ورحنا عند جدتي ام والدتي الله يرحمها، ولما طلع النهار لمينا حاجتنا من الشقة ومشينا، وده كان واحد من اكتر المواقف المرعبة اللي حصلت لي. وانا برضو اللي بقولك اسمعوا وكأنه قصة خيالية، وما تجيش تقول لي ده بجد ولا لا. وكل سنة وانا طيب، لان عيد ميلادي بكرة، واكتر حاجة مفرحاني ان عيد ميلادي اللي فات كنت خدت قرار ان هبطل فيه دخان، والحمد لله عدى سنة على القرار ده وبطلت فعلا. فما تنساش لو عجبتك القصة تعمل لايك واشتراك. كان معاك عبد العزيز او ملك الليل، وبس كده.